شوف، هو مش في تونس برك، في العالم اجمع فرنسا قاعدين يرجعوا لها الارهابيين نتاعها الفرنسيس، الالمان قاعدين يرجعوا لهم الالمان، اللي بلج قاعدين يرجعوا لهم اللي بلج، والمغاربه كيف كيف، والجزائريه كيف كيف، وتونس كيف كيف برمي داتر. دونك ما تقولش عليها كان في تونس العمليه، اكيد انه ثم مراقبه امنيه وثم مراقبه اداريه، لكن كذلك لازم ثم تاهيل نفسي وتاهيل اجتماعي وادماج اجتماعي. و معناها قال الاخر واحد وقت اللي يقول لك الجهاز نتاعك، تجي تقول له لا مش نتاعي. ثم بتاتر بلاد ولا اثنين تبرأت منهم ونحت لهم الجنسيه، لكن انا شخصيا نقول اللي راهو هذا معناها وصمه عار علينا احنا، واحنا عارنا نخسلوه، معناها نجيبوه هوني نحاكموا نقتلوا نعدموا ندمجوا ناهلوا، هذا يقعد شان خاص واحنا اللي نخوضوا فيه. ولنا الكثير، يعني ثم حالات اللي يلزم تعمعهم بالقانون الجازم الحازم، وثم حالات اللي يلزم كمان تسمع. دونك ما نكونوش معناها متشدي كيفهم.